السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. واش راكم البنات؟ واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في الفيديو جديد. رحب كل مشتركاتي الاعزاء، نقول لهم مرحبا بكم، شرفتوني نورتوني القناه قناتكم، وان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تدوا استفاده منها وتدوا معلومات ولو بسيطه. اليوم جبت لكم البنات تكمله تاع الدروس اللي سبقت. دائما نحب نعت لكم النتيجه النهائيه باش تشوفوا الخدمه تاعي، باش تشوفوا الخدمه كي تخدمها واش تخرج لكم، باش يعني كامل تفاصيل. ما ندير لكمش ربع فيديو ونخليه لكم، ندير لكم لقطات برك ونخليه لكم. حبيت نجيب لكم الفيديو كامل تشوفوه، واللي حابه تخدم تتواصل معايا فالرقم تاعي هذا، راني نبعث لجميع الولايات وان شاء الله تعجبكم الخدمه تاعي. وان شاء الله اذا عجبكم الفيديو خلوا لي تعليقاتكم، خلوا لي تحفيزاتكم باش نزيد نتشجع ونزيد نحط لكم فيديوهات اخرى باذن الله. هنا كما تشوفوا البنات التكمله تاع البساطات هذم، جاتني اسئله عليهم ياسر ياسر، راح نجاوبكم هنا ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. بالنسبه للقماش، واش هز لي القماش هذوما؟ شوف خدمت لها زوز بساطات، زوز مخاد وزوز قعدات. هنا بالنسبه للقماش تاع القطيفه هز لي 4 مترات وربع، 4 مترات وربع خدموا لي، وبقات منها قطعه صغيره يعني ماهيش كبيره، ما يعني ما تخدم حتى حاجه يعني، باش نعطيكم القيس كامل. انتم اشروا 4 مترات قد قد، 4 مترات راح يخدموكم يخدموا لكم هذا. بالنسبه للعرض هذا القماش بو عرضين يعني فيه 3 مترات عرض. بالنسبه للقطيفه بوتشامو هذه المترة تاعها ب 110 يعني بالنسبه لجهتنا احنا هنا. الكمخه واش هزت لي؟ هزت لي مترة واحده الكمخه ب 160، المترة تاعها ب 160. بالنسبه للخيط تاع لازير هذاك اللي درته يعني شريت صراحه نص متره ب 75000 ولا ب 85000، الله اعلم، يا 75 يا 85 يعني. خدمت منها قطع هذوما وما زالت عندي يعني غير نص متره شريت. بالنسبه لي باغل الحبه ب 10000، الحبه الواحده ب 10000 تاع لي باغل هذوما تاع الحجر. لي بونج للرقم 4 اللي باغي تشوف لي بونج قداه. بالنسبه للزاوره هز لي زاوره واحده. بالنسبه للقعدات راني درت لكم فيديو على القعدات، هزوا لي 4 كيلو لاوات. والقماش يعني قلت لكم يعني خارج في 4 مترات هذيك اللي شريتها تاع القطيفه وفي المتره تاع الكمخه. هذو هم كامل يعني التفاصيل اللي حبوا يسالوا لي. وان شاء الله الايامات الجايه راح نحط لكم السدايه نصورها لكم، يعني اني دايره فيديوهات اللي تحب تدخل يعني الفيديوهات اللي قبل راني حاطه الفيديو كيفاه السدايه كيفاه درتها يعني لوحات عادي خلعه. هنا الخدمه تاع يعني والله هذه الموديل هذه النقله هزيته، شوفوه على الفايونس تاعي، شوف راني صورته على الفايونس يعني ديت فكره برك وخدمته على الفايونس تاعي ووليت نخدم به العرايس. شوفوا نفس اللقطه اللي دايره في الفايونس، والله كنت واقفه هكا خزرت لقيتها عجبتني الفكره انه نديره كيما الفايونس، الفايونس اللي في الكوروار تاعي ولا في الهول. هزيت منه فكره ودرت الموديل هذا يعني جاي تحفه تحفه، جا شغل هكا عرصات وحاولت اني نطور منه يعني. تقدروا ديروا اي حاجه موديل في روسكم تحبوا تختارعوا يعني حوايج كيما هكا، تبدعوا في يعني كي تتعلموا الحاجه تبدعوها. شوفوا يعني اعطيتها لكم هكا يعني جات فكره في راسي قلت وعلاه ما نخدمش يعني، كنت نديرها مثلث عادي يعني مثلث سامبل، ومن بعد قلت لا خلي نديرها. شوفوا الفايونس، شوفوا الحاشيه تاع الفايونس، وشوفوا الموديل يعني نفس الموديل اللي درت به. ان شاء الله يكون الفيديو هذا عجبكم وان شاء الله ينال اعجابكم، وخلوا لي تعليقاتكم واش رايكم فيه البنات الموديل هذا. بالنسبه للحاشيه حاولت اني نزيد حاجه فيها، ما بقى لي غير نقول لكم في امان الله وتهلاو في رواحكم. سلام.